عمليات التجميل هي ظاهرة منتشرة جدا من زمان، وطول عمرنا بنشوف كتير من نجوم الفن والمجتمع في العالم كله بيعملوا عمليات تجميل. ولكن خلال الفترة الأخيرة الموضوع اتصدر الترند لأسباب مختلفة تماما عن فكرة مين عمل عملية تجميل وغير شكله أو حسن شيء في شكله. عمليات التجميل خلال الفترة اللي فاتت اتصدرت الترند بسبب الكوارث اللي ناتجة عنها. الحقيقة في فنانين كتير قدروا ان هم يطلعوا ويتكلموا عن ده وعن المشاكل اللي حصلت لهم من عمليات التجميل بشكل واضح، زي مثلا الفنانة وفاء سالم والفنانة ميسرة والفنانة السورية مها المصري. وشفنا كمان كلنا الفنانة هيفاء وهبي والفنان عمر كمال. والموضوع ما وقفش عند الوطن العربي، لا ده كلنا كمان شفنا مشاهير في هوليوود قبل كده حصل معاهم نفس الأزمة وقالوا ده بصراحة، زي الفنانة جاكي ستالين وباريس هيلتون اللي عملت أكتر من 7 عمليات تجميل عشان تصلح خطأ وبرضه لسه ما صلحش لحد دلوقتي، وغيرهم وغيرهم كتير جدا. وبما ان الموضوع انتشر خلال الايام اللي فاتت ولقينا اكتر من حاله واضحه جدا اتصدرت الترند، منهم ستات وكمان رجاله، فده خلانا نسال نفسنا هو ايه اللي بيحصل؟ هل دي مشكله خاصه بالحالات دي بس، ولا الموضوع ليه علاقه مثلا بالخامات المستخدمه في عمليات التجميل، او ليها علاقه بالمريض نفسه انه مثلا ممكن يكون وشه مش قابل لعمليات معينه لاسباب طبيه، وطبعا ممكن تكون اكيد برضو خطا طبيب. وعشان كده هيكون معانا النهارده الدكتور ابراهيم كامل، استاذ جراحه التجميل. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. دكتور، انا اول حاجه عايز اسال حضرتك عليها، هل اي انسان ممكن يعمل عمليه تجميل، ولا في ناس بينفع معاها عمليات تجميل وناس تانية لا؟ بصي، جراحات التجميل فرع مهم جدا في الطب، وحصل فيه تطوير كبير جدا. واحنا للاسف ناس كتير جدا بتفتكر ان جراحات التجميل هي بس الجزء البسيط اللي هو جراحات الجمال، لكن جراحات التجميل بتشمل جراحات اصلاح قصور الوجه والفكين، بتشمل جراحات التشوهات الخلقيه عند الاطفال، بتشمل جراحات اليد، بتشمل الجراحات علاج الحروق. الحروق بالظبط. طبعا علاجات كتيره، بالاضافه طبعا لجراحات الجمال. اي انسان بيبقى عنده اصابه في جسمه ده بيخضع لجراحه التجميل. جراحات الجمال هي اللي بيبقى شويه المريض هنا، او مش بنسميها المريض الباحث عن الجمال، هو ممكن اي انسان سواء راجل او ست يفكر في عمليه تجميليه. مظبوط. دور دكتور التجميل هو بيتوجه لدكتور تجميل متخصص عشان هو يقدر يقول له هل هو ده مناسب لي ولا مش مناسب لي. وبالتالي هنا بتبدا بقى ايه اول خطوه في ان هو عايز يحقق حاجه معينه او نتيجه معينه. وعشان كده احنا دايما في الجزء الخاص بجراحات الجمال بنهتم جدا بالمرضى او الباحثين عن الجمال قوي، وبنحب نعمل لهم زياره اولى، وممكن لو احنا شايفين الموضوع يستدعي تدخل من نوع اخر غير اللي هو بيفكر فيه نبدا نقنعه في مره ثانيه وهكذا. لكن معظم الناس مع التطور اللي حاصل دلوقتي واللي بيشوفوه والتطور الكبير اللي حصل في جراحات التجميل وجراحات الجمال، بيحب كل انسان ان هو دايما يوصل لل بيسموها درجات الجمال القصوى. طبعا. لكن احنا برضو ما ننساش ان ربنا خلقنا كلنا جمال، وبالتالي احنا بنحاول بنفهم الناس ان جراحات الجمال هي بتدي جمال للجمال اللي موجود اصلا، وبالتالي بتحسن الشكل، لكن مش بنغير الشكل، مش بنغير الشكل ابدا. تغيير الشكل ده غير وارد في جراحات الجمال. بس يا دكتور، لا احنا ساعات بنلاقي ناس كتير قوي تقول مثلا انا عايزه ابقى شبه الفنانه مثلا هيفاء وهبي، انا عايزه ابقى شبه، وبيحصل ان هم فعلا بيتحولوا شكلهم ان هي بتبقى شبه الفنان ده. تمام. بس دايما الانسان في حاجه اسمها البصمه الشكليه بتاعته. البصمه الشكليه دي اللي هي بتخضع لمقاييس جسمه. فلما بنيجي نعمل عمليات زي تجميل الانف، زي تصغير الثدي، زي تكبير الثدي، زي نحت القوام، لازم تخضع لمقاييس الشكل بتاعته عشان تطلع شكلها جميل. لكن لو انت عملتي كوبي اند بيست من حاجه معينه هيطلع هنا في شكل فيه تشويه مش شكل حلو. طب دكتور، هو بيبقى في مثلا تحاليل معينه بتتعمل اكيد قبل اي عمليه تجميل؟ مظبوط. طبعا. مثلا واحده عايزه تعمل مثلا مناخيرها، اي انسان على وجه الارض سواء راجل او ست يقدروا يعملوا عمليه تجميل في المناخير، ولا مثلا في ناس بينفع معاهم العمليات دي وناس ثانيه لا؟ لازم بيخضع للكشف الطبي عشان نشوف المشكله عنده ايه في الانف عشان نقدر نصلحها له. انت عارفه طبعا في دلوقتي ترند جديد، وانا الحمد لله كنت من اوائل الناس اللي ادخلته في مصر، اللي هي جراحات التجميل الوظيفيه. يعني مش مجرد تجميل الانف تجميل الانف، لا، في بعض الناس بتبقى عندها انسداد في فتحات التنفس، مناخيره مش عارف تتنفس بيها كويس. نص الشعب المصري عنده جيوب انفيه.
بالظبط، برافو عليكي. الحاجز الانفي معوج، اتخبط وهو صغير او مولود عنده الحاجز الانفي معوج، دي مشكله. هنا بيستدعي ان جراح التجميل المتخصص يعمل عمليه لتجميل الانف، بنسميها جراحه تجميليه وظيفيه. بس اللي بيعمل التنفس بيكون انف واذن وحنجره، ولا انا غلطانه؟ لا، جراحات التجميل طبعا طبعا، جراحات التجميل مع الانف والاذن ولا لا؟ لا لا استنى، جراحات التجميل فقط، لان هنا جراحات التجميل الوظيفيه، هنا احنا كاطباء تجميل وانا الحمد لله استاذ في جامعه عين شمس بندرس ده للطلبه بتاعتنا. أوكي. وللطلبه اللي بتفكر تتخصص في جراحات التجميل ازاي يقدر يصلح الوظيفه بحيث الشكل يطلع كويس. مظبوط. في نفس الوقت الاثنين، لان المشكله هنا بتبقى عند المريض ده مش مجرد وظيفه، لا هو عايز وظيفه مع شكل حلو كمان. يعني الانف معوجه، التنفس مش كويس بس شكلها مش عاجبها، البنت مثلا او الست او الراجل او الولد، ازاي تحسني الشكل وتخلي الوظيفه كويسه. نفس القصه كمان دي بتبقى وارده في حالات النحت وشفط الدهون مثلا، او النحت بالليزر زي ما هو موجود دلوقتي، حالات كتيره جدا. والمناخير كمان يا دكتور بقت بالليزر صح؟ طبعا بتتعمل بتتعمل مش بالليزر، بتتعمل بالمنظار ساعات في بعض الاحيان عشان نقدر نصلح الحاجز الانفي المعوج. لكن لما اجي اقول لك مثلا عمليه زي النحت القوام، ممكن لما البنت تيجي تتجوز يتاخر عندها الحمل والانجاب شويه نتيجه ان عندها سمنه في اماكن معينه من الجسم، هتلاقي دكتور النساء والتوليد بيقول لها قبل ما تفكر في حقن مجهري او كده، لا لازم تخسي في الوزن وتنزلي في الوزن. عمليات شفط الدهون اثبتت يعني بابحاث كثيره جدا اتعملت هنا في مصر وبره مصر، ان ازاله الخلايا الدهنيه الضاره من الجسم بتساعد كتير جدا على تحسن نسب الهرمونات الانثويه، وتساعد على ان يحصل الحمل والانجاب بصوره طبيعيه، والست دي ما تلجاش للحقن المجهري. والحمد لله دي كانت من الحاجات اللي عملتها في رساله الدكتوراه بتاعتي من فتره طويله وجابت نجاحات كبيره جدا. وهنا دي برضو تخضع لجراحه التجميل الوظيفيه، احنا بنعمل هنا شفط الدهون، مش ان الست بتفكر ان هي تخس بقدر من هي بتفكر عندها هرمونات مش مظبوطه في جسمها، بس احنا هنا عايزين نخليها الهرمونات تبقى مظبوطه، هنعمل شفط للدهون ونحت للجسم عشان نقدر نوصل لنسب هرمونات كويسه تمكنها من ان هي تقدر يبقى عندها حمل وانجاب بصوره سليمه ان شاء الله. مش بس يا دكتور الهرمونات بتاعه الحمل، يعني بحس ان الوزن الزياده كمان بيأثر على حاجات ثانيه كتير قوي، العظم، الركبه، الظهر، يعني طبعا. في حاجات كتيره طبعا. قوي طبعا، والضغط والسكر راجل طبعا وست يعني طبعا طبعا، يعني في عائلات مشهور عندها مرض الضغط او مرض السكر. ليه الانسان ده سواء راجل او ست في سن معين عنده سمنه معينه في اماكن معينه؟ الرجاله عندهم حجم الثدي ساعات بيبقى كبير بنسميه جاينيكوماستيا. كان زمان قبل ما في تطور في جراحات التجميل كان بيتعمل جراحه كبيره في جرح شكله سيء جدا، لما حصل تطور في جراحات التجميل نقدر دلوقتي نعمل شفط للخلايا الدهنيه اللي في الثدي عند الراجل اللي عنده جاينيكوماستيا او تضخم الثدي، وفي نفس الوقت نشيل الغده اللبنيه من جرح صغير جدا ممكن بالمنظار كمان يتشال، وبالتالي هنا بتساعدي على ان الانسان ده الثدي بتاعه يبقى كويس. حلت مشاكل لاولاد ورجاله كتير قوي، الولاد اللي عايزين يخشوا كليات بتتطلب المظهر اللائق والشكل الكويس والصحه كويسه، وفي نفس الوقت بتخلي الانسان ده كمان لو بيشتغل في مكان معين عايز يبقى شكله كويس يقدر ينزل الولد في فتره المراهقه يلعب سباحه مع الولاد اصحابه، ما يبقاش فيه فرص للتنمر. فهو صح. ده اللي بنوضحه بالفريند اللي الحمد لله يعني كنت من اوائل الناس دخلوه في مصر، جراحات التجميل الوظيفيه، اللي هو انت مش بتعملي عمليه تجميل بس عشان الشكل، واذا كان ده بنقول دوت مش غلط، لا بنصلح حاجه ثانيه عشان صحتنا. بالظبط، الصحه العامه مع الشكل الجميل كمان. طيب دكتور، بدون ذكر اسماء، كلنا شفنا عمليات تجميل لبعض الفنانين خلال الفتره اللي فاتت اللي حصل فيها ممكن نقول يعني تشوهات واضحه في وشهم، حضرتك تفتكر السبب ده ليه حصل؟ بص هقول لك على حاجه، انا ليه اصدقاء كتير جدا فنانين وفنانات كتير جدا، وهم كلهم ناس عاقلين وفاهمين ان الشكل ده مهم جدا، وما بينطقوش ورا الحاجه اللي هم حتى طلباتهم يعني بيسمعوا، لا بيفهموا وبيسمعوا كل حاجه. بس هرجع اقول لك على حاجه، لو حصل ده مع فنانه او مع فنان او حاجه، ممكن ده يبقى شويه قله خبره منه ان هو توجه لدكتور تمرين مش متخصص، عمل حاجه ما كانش هو المفروض يعملها، او في ممكن مثلا حد عمل اجراء مثلا في مكان هو مش عندوش. بس يا دكتور ساعات بتبقى اسماء الدكاتره معروفين وكبار جدا وبيحصل برضو الغلطات دي. صعب يعني اقول لك ده صعب شويه، لان دايما في علم الطب في حاجه اسمها كومبليكيشن، مضاعفات. المضاعفات دي ليها حلول، يعني لما تيجي نذاكر وندرس الكلام ده المضاعفات ليها حلول، وبالتالي لما بتحصل ده مع دكتور متخصص استشاري او استاذ في الجامعه
لا بيقدر يلاقي لها الحل المناسب على طول، بتتحل بطريقه مباشره وسهله جدا، ودي نادرا ما بتحدث. لكن لو حصلت مشكله اللي بتقول نقدرش نقول عليها مضاعفات، لا هنا بيبقى الحل صعب قوي، وهنا بتبقى بقى المشكله حدثت من حد غير متخصص توجه للانسان ده وعمل عمليه. وانا قلت لك علاقات كتير جدا بالفنانين، والحمد لله كلهم يعني ناس بتفهم وعاقلين وكده، قله قوي اللي ممكن ينساق ورا حاجه، شاف حاجه، عمل حاجه بره مصر او حاجه، ودي حاجه تتعدى على صابع الايد يعني، ما بتحصلش كتير يعني. يعني حضرتك شايف ان ده ما بيكونش مثلا مشكله في المريض، او مش المريض يعني، الشخص اللي بيقوم بعمل العمليه او الخامات المستخدمه دي بتبقى غلطه الطبيب، مظبوط؟ طبعا بتبقى خطا حصل في اجراء العمليه نتيجه نقص في الخبره، لان زي ما قلت لك احنا في جراحات التجميل في كلاسيكيات للمهنه، كلاسيكيات المهنه دي لازم يبقى في كشف طبي مطول، في التاريخ المرضي بتاع الانسان اللي جاي يعمل عمليه الجمال، في التحاليل الطبيه. لو تغاضيتي عن الحاجات دي وانت مش دارسه الحاجات دي وما عملناهاش للانسان اللي جاي يعمل عمليه تجميل، اكيد هيحصل مشكله. انا اقدر اقول لك بمنتهى الامانه العلميه ان مستوى جراحات التجميل في مصر من ارقى المستويات على مستوى العالم، والاطباء طبعا في مصر راقيين جدا في مستوى جراحات التجميل، وبيؤدوا مهنتهم بكل امانه وكل شرف. دكتور ابراهيم كامل استاذ جراحه التجميل، بشكر حضرتك جدا على المكالمه الهاتفيه.